ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم أن هذا من واجبات الصلاة، أن تقول عقب التشهد وقبل أن تسلم أن تتعوذ من هذه الأربع. بعض العلماء يرى أن هذا من واجبات الصلاة، وبعضهم يرى أنه من مستحباتها، الصلاة فرضها ونفلها. وقرن في هذا التعوذ بين فتنتين، إن تورط أو حصلت للمرء لا منجات له، سبحان الله، المحيا فتنة الممات وفتنة الدجال. الفتنة التي تكون عند الممات يفتن ويموت والعياذ بالله، هذا لا نجاة له، ومثلها تماما فتنة الدجال، من دخل في فتنته لا نجاة له، من دخل في فتنته لا نجاة له. ولهذا قرن بين هاتين الفتنتين، وهما كما يقول ابن القيم أكبر الفتن، فتنة الممات وفتنة الممات وفتنة الدجال، فتنة الممات وفتنة الدجال. أما فتنة المحيا في الأمر سعة، قد يتوب الإنسان، قد ينيب، قد يرجع. كم من إنسان يدخل في شيء من الفتن ويهديه الله ويتوب، لكن هاتان الفتنتان، فتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، من فتن في شيء منهما لا رجعة، نسأل الله العافية والسلامة.